الجلال سيدنا وسمو ولي العهد المعتمين حفظهم الله ورعاهم وتقديم واجب العزاء الى عشيرة الحوامدي الكرام ووفاة المرحوم نعيم عبد الفتاح الحوامدي ابو بشار فله الرحمه ولكم بعد طول البقاء. ان لله وانا اليه راجعون. عظم الله اجركم والله عوض عليكم. اللهم تقبل ثواب سوره الفاتحه على روح الطاهر. Thank you.
Thank you.
Thank you.
الرحمن ممثلة في اللجنة العشائرية وفي لجنة صندوق سنابل الخير جاءوا إليكم لتقديم واجب العزاء للفقيد الكبير المربي الفاضل الأستاذ نعيم عبد الفتاح الحواردي. إخواني رجاعا يا إخواني نتلو كتاب الله رجاعا السمع، إذا قرأ القرآن فاستمعوا له. نحن في حضرة فقيد كبير مربي فاضل تتلمذت على أيديه الكثير من الرتب ومن الأصحاب المناصب. قال الحواندي الكرام، نقول لكم عظم الله أجركم وأحسن الله عزاءكم ورحم الله ميتكم وأدخله فسيح جناته. ونسأل الله جل في علاه أن يكون الفقيد ممن قال فيهم رب العزة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. سبحان الذي قهر العباد بالموت فجعل الدنيا دار حياة ثم دار موت، وجعل الآخرة دار جزاء ثم دار بقاء. ولنا في غزة أهل هم منا ونحن منهم، يوجد لديهم بيت عزاء عمره أكثر من 8 شهور، أكثر من 8 شهور، أكثر من 100,000 شهيد وجريح من عالم ظالم مجرم. من أي سلالة أتوا هؤلاء ومن أعطاهم الحق لكي يقوموا بقتل أكثر من 10,000 طفل وهم مشاريع حياة؟ من أعطاهم الحق لكي يكونوا هؤلاء مشاريع موت؟ ألا لعنة الله على الظالمين وحال المقاتلين والمجاهدين الذين يدافعون ويلوذوا عن الأمة بأكملها دفاعا عن المقدسات وعن الأرض. اللهم اكتب لهم النصر وثبتهم يا رب العالمين. اللهم إني داع فأمنوا، اللهم ارحم من اجتمعنا من أجله، اللهم جاف الأرض عن جنبيه، اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم أنر قبره واجعله روضة من رياض الجنة. اللهم يا رب العالمين أوسع له في قبره على مد بصره. اللهم يا رب العالمين اجعله من فردوس الأعلى مع الصالحين والأنبياء والشهداء وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الخلق محمد. نقرأ ثواب سورة الفاتحة على روحه الطاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.